في أعماق الليل المظلم حيث يغمر الهدوء المكان، تسمع أصداء آلة كاتبة تطرق أرواحنا بأنغامها الموسيقية. هذه ليست مجرد آلة، بل هي سفيرة الأمل التي تعبر عن أحلام رايزن أحمد علي، الشابة العراقية التي اختارت أن تكون نجمة في سماء المعرفة للكفيفين. في قلب محافظة دهوك، مدينة يمتزج فيها التاريخ مع الحاضر، غمرت رايزن العتمة بنور المعرفة. استخدمت آلتها الكاتبة لتحويل الكلمات إلى نقاط تحمل في طياتها عوالما من الفهم والإلهام. فبينما الكثيرون يرون في الآلة الكاتبة رمزا للماضي، رأت رايزن فيها جسرا نحو المستقبل. للبعض الكتب هي مجرد أوراق مطبوعة، ولكن للكفيفين هي عوالم مغلقة يصعب الوصول إليها. كانت الكتب بمثابة حلم بعيد حتى جاءت رايزن لتجعل منه واقعا. بيدها الثابتة وإصرارها الدائم أصبحت الكتب جسورا من النور تمتد عبر متاهات الظلام، ومع كل ضربة من الآلة الكاتبة تمتزج الموسيقى مع الكلمات مخلفة صدى لا ينسى في قلوب الكفيفين. يشعر القارئ هنا بأن كل كلمة تحمل قطعة من روح رايزن التي تسعى جاهدة لملء الفراغ في مكتباتهم. فرايزن التي احتضنت الظلمة وجعلت منها مصدرا للإلهام، قررت أن تكون صوتا يصدح في صمت، واليد التي تمتد إلى الذين احتاجوا للمساعدة. فبفضل جهودها أصبح الكفيفون ليسوا مجرد مستمعين، بل قراء يتصفحون عوالم الكتب بأصابعهم. وفي هذا العالم حيث الضوء والظلام يلتقيان، استطاعت رايزن أن تقدم أنموذجا ملهما للتفرد والتميز. فهي لم تكتفي بمجرد تقديم مساعدة، بل اختارت أن تكون مصدر إلهام وتغيير حقيقي في حياة الكثيرين. ومع كل صفحة تتكون يرتفع صدى الموسيقى ويزداد الأمل، مثبتة أن المعرفة هي الضوء الذي يضاء في أعمق الظلمات.